بدأت طفولتي بتبدأ من حي السيدة زينب. أنا ابن هذا الحي الشعبي، اتولدت فيه في منطقة اسمها الجمانيز، ودي منطقة كانت قريبة من مدرسة الخضرية الثانوية وشارع الخليج المصري الذي سمي فيما بعد شارع بورسعيد. ولما اتيسر الحال بوالدي يعني وانا عمري 6-7 سنين كده، واتنقلنا بقى المكان اوسع، فرحنا شارع عريض وكبير ايضا متفرع من ميدان السيدة زينب اسمه شارع مراسينا او عبد المجيد اللبان. يعني معناها ان انا اتولدت في السيدة زينب. الغريب ان انا ما سبتش السيدة زينب الا بعد ما كونت اسرة وسبت بيت الاسرة واتنقلت لبيت الزوجية. انما قبل كده طول فترة طفولتي وشبابي وانا عايش في حي السيدة زينب. الحقيقة حي السيدة زينب ذكرياته ما تتنسيش بالنسبة لأي واحد عايز يرجع لطفولته لو كان عايش فيه. اولا الناس اللي فيه طيبين قوي، الناس فيهم مسألة الجيرة، يعني كل الجيران بتحب بعضها وكل الجيران بتخدم بعضها، لدرجة انه كان في الوقت ده مفيش اي اب او ام ممكن يخافوا على اولادهم. يعني ممكن ننزل نلعب في الشارع ونلعب في الحارة واحنا متأكدين او اهلنا متأكدة ان اي واحد في الحي معتبر ان ده ابنه وده بنته وكده. في سيدة زينب اشهر حاجة فاكرها او اكتر حاجة فاكرها المولد الزينبي الشريف. يعني ما كان بيجي مولد سيدة زينب كل سنة وبيجي الفلاحين من كل قرى مصر عشان يحضروا حاجة اسمها الليلة الكبيرة، وكان المنشدين بيغنوا باستمرار طول الليل اغاني جميلة في الدين وفي مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت اهازيج شعبية وموسيقى ما زالت مترسبة في وجدان لغاية دلوقتي يعني. والشارع كله كان بيصدح بالموسيقى، حتى الباعة الجايين في الشوارع كانوا بينادوا على البضايع بتاعتهم بالغنى. يعني تبص تلاقيه ما يقولش على البلح مثلا، معايا بلح لا يقول ولا تين ولا عينب زيك يا حياني، اللي هو البلح الحياني اسمه. فكانوا المنطقة دي بتاعت سيدة زينب منطقة فنية، كان طبيعي انها ترسب في بداني احاسيس فنية، وخاصة ان في الحي ده خرج منه فنانين كبار قوي اصبحوا حركة فنية تماما. يعني انا اذكر على سبيل المثال وليس الحصر ان مخرج التلفزيون الكبير مولد مرداش من السيدة زينب، ان الفنان الكبير شكري سرحان من السيدة زينب، ان محمود المريجي من السيدة زينب، ان يوسف وهبي كان في مدرسة الخضرية في حي السيدة زينب، ومن الجداد بقى في نور الشريف من السيدة زينب واحمد عبد الوارث من السيدة زينب ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين، فنان حسن يوسف. يعني حي بطبيعته كان لازم يفرز فنانين. كانت مدرستنا الابتدائي بتعمل حفلات سمر، نوع من التثقيف لرواد مولد السيدة زينب، فكانوا بيجوا في جنينة في الميدان ويقيموا خيمة للكشافة علشان يساعدوا اي حد محتاج، عايز مثلا وصفة يروح حتة فيقوم يدلوه، عاملين كشك اسعاف صغير لو حد اصيب معهم اسعافات اولية. كان من ضمن البرنامج بتاع المدرسة وفرقة الكشافة ان يعملوا حلقة سمر اللي راويين فن يمثلوا ويغنوا فيها لرواد المولد. من الحفلات دي انا بدأت تم موهبتي. وانا في المدرسة في اول سنة دخلت، يمكن كان عمري مثلا 6 سنين، كان نسيوني كان بيتنا كبير وفي اوضة تحت وانا كنت فيها، والظاهر نسيوا ان انا موجود وقفلوا الاوضة وخرجوا، وقعدت ازعق عشان يسمعوني وكانت الاوضة ضلمة وانا طفل، فأصبت بعد الخروج من الغرفة بعد طول بكاء وصريخ وكده، أصبت بعقدة في لساني. في لساني ما كنت بتهتك في الكلام، ما بعرفش اتكلم كويس. طيب
حد ما بيعرفش يتكلم كويس ده يبقى يعني، هل حد يتصور ان مستقبله يكون ممثل شغلته الكلام؟ هو ده اللي حصل. الحقيقه طبعا كان بيساعدني والدي كتير قوي في ده، في انه مثلا كان يخليني اخطب خطبه في اوضه ويحط لي كراسي ويقول لي اقعد اقعد اتكلموا مع كلمهم بني ادمين قاعدين، ويقفل عليا ويسيبني لوحدي وحاول تتكلم معاهم وكده. وايضا عدم الكلام بطلاقه وصلني لمرحله التامل. عشان كده انا بنصح اي حد كبير او حد صغير انه يقل من الكلام عشان يعرف يتامل، لان طول ما انت بتتكلم مش هتعرف تتعلم حاجه. مش هعرف اسمع، مش هعرف اسمع المعلومه اللي بيقولها لي الشخص اللي قدامي لان انا بتكلم. انما لو سكت وامتنعت عن الكلام ولو لفتره، في الحاله دي انا ممكن اتعلم. اتكلم امتى بقى؟ بعد ما اخلص تعليم وعايز استزيد فاسال اعمل كده. فالفتره دي علمتني انه السكات ده شيء عظيم جدا، لانه بيدفع الانسان لانه يتامل ويشوف. عايز اقول انه مفيش مستحيل. انا كنت بمساعدة والدي وبما لدي من يعني ايمان بان لازم اخد مكاني وكده، كان عندي نسبة عناد. اصريت ان انا ادخل فريق التمثيل بتاع المدرسة. واول يوم قدمت في فريق التمثيل بتاع مدرسة كمان خيرية الاسلامية، واذكر المدرس كان اسمه الاستاذ فوزي المختار، فاكره لغاية دلوقتي. لما جه يعمل اختبار للاولاد الجديدة عشان ينقي منهم اطفال لفرقة التمثيل، اول ما رفعت ايدي بقيت زمايلي قعدت تضحك، لان اصلي مش ممكن يعني ولد مش بيعرف يتكلم كويس ازاي يعني هيمثل. هو اصر، ومع ضحك الولاد دول انا كنت هتراجع، كنت هرجع واقول خلاص بلاش. واذا بهذا الاستاذ الجليل يصر انه يحط قدامي نسخه من مسرحيه كوميدي صغيره مدتها بتاع نص ساعه كده، ويبدا يخليني اقول فقره منها. وهص هص سكت بقيه التلامذه، وبقيت خلاص البحر امامكم والعدو وراءكم، يقول يا ما اقولش، ما فيهاش حل يعني. فبذلت مجهود شديد 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 ومعاناه داخليه شديده لغايه ما نطقت اول جمله. واول ما نطقت اول جمله لقيت الكلام بيجري قدام عينيا وفي وجداني، وعمال امثله 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 لغايه ما انتهى الصفحه الاولى بالمدرس والتلامذه زمايلي بيسقفوا. فاخدني واداني بطوله المسرحيه دي، وكنا بنعرضها في المدرسه في كل مناسبه، يعني في عيد الام، في عيد الجلاء، في كل الاعياد نعرض المسرحيه دي. الغريب ان انا قعدت حوالي سنه تقريبا بتكلم كويس وانا على المسرح بس، لكن في الحياه العاديه كانت لسه برضو ما زالت اللجلجه في الكلام موجوده. وشويه شويه بدا التمثيل يضيع هذه المبلجة لغاية ما بقيت بتكلم كويس وبتكلم بطلاقة. المدرسة الابتدائية بالنسبة لي بتفكرني بفريقة التمثيل، بتفكرني بلساني اللي ما كانش بيتكلم كويس، بتفكرني باستاذي اللي اصر ان انا اتكلم، بتفكرني بانتصار الطفل، مش هقول الكبير بقى، انتصار الطفل على شيء هو ملوش يد فيه لكن استطاع انه بالمثابره والاجتهاد ينتصر على شيء، على عقده في الكلام وصلته لان يصبح صنعته الكلام. احمد راتب. ذكرى وفي خيالهم واضحة جرسوم.